السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بلادنا لنتعرف على كل الخبايا نتاع إنتاج المشمش في ولاية بلادنا، واللي نعرف بأنها ولاية رائدة في الإنتاج تاع الفاكهة، ويعني بلا جانب بعض الولايات كخنشلة كذلك اللي عندهم يعني إنتاج ما شاء الله في هذه المادة، واللي عرفت من ولاية بلادنا وخاصة بدائرة مقاوس عرفت يعني الصناعة الغذائية بتحويل جزء كبير من الإنتاج إلى مشروبات ومربى الكونفيتير نتاع المشمش. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو في الموضوع، والسلام عليكم. زراعة المشمش اليوم تطورت كثير في الجزائر، يعني صبحت ولايات كثيرة أقطاب. نتكلموا على ولاية الجلفة، مشمش تاع مسعد، نتكلموا على المشمش تاع بوسعادة، وأيضا نتكلموا على ولاية باتنا. ولاية باتنا أيضا اللي هي قطب قديم، بلدية ولاد سي سليمان، وايضا يعني بلديه منعه، بلديه يعني نقاوس، كلها يعني بلديات اصبحت زراعه تتطور يوم بعد يوم. احنا قناه الغرفه الوطنيه للفلاحه يعني تنقلت باش ترافق دائما الفلاح في الميدان، ونشوفوا يعني الموسم تاع هذا السنه كيف جاء، ونشوفوا ايضا شغالات بعض الفلاحين. احنا عندنا اكثر من 4200 هكتار مساحه تاع اشجار، لاشجار المشمش كليه. عندنا باكثر من 980 الف شجره، في أكثر من 4100 هكتار مساحة أشجار مشمش منتجة بأكثر من 950 ألف شجرة. نتوقعوا أن نتجاوزوا 520 ألف قنطار الموسم هذا، بزيادة يعني أكثر من 36% من بالنسبة للموسم الماضي. سليمان، حارية الشعبة، بلدية ولاد سليمان. راكم في عندنا راكم في الجنان عند الجمعية الفلاحية لحارية الشعبة. يعني سناكم تشوفوا الخير كاين الحمد لله، السوق تاعو مليح بالنسبة للتاجر وبالنسبة للوحدات. جونا من جميع الولايات، راهي تسوق على مستوى الوطن. يعني كاين اللي تجيب زوج قناطر، كاين اللي تجيب ثلاثه، كاين اللي تجيب ربعه، على حساب صحيح. لا انا نخدمو نداوي ونديرو لانجري نديرو الادويه، يعني هذه لو كان يخطيوها الادويه ما تصلحش. المشمش خاصه المشمش اخذ ايه يدود، لو كان من روزيوش يدود. شكون الشباب هنا الله يبارك يشغلوا؟ انا نشغلوا في الشباب، انا نشغلوا في الشباب، هذو الاولاد اللي يقراو يخرجوا من العطله راهم نوظفوهم هنا يخدموا. كاينين بعيد يجوا؟ يجوا لنا من سفيان، يعني يجوا لنا من بومقر مقاوس تكسلانت، الناس عايشين منها. هذا المنطقه تاع ولاد سليمان غير راهي، كل راهي عايشين من الفلاحه. مصدر الرزق، مصدر الرزق تاع الناس. هذا كل نظر الجفاف، نظرا للظروف تاع الجفاف اللي رانا يعني فات دروك 10 سنين، وحنا في جفاف كبير. يعني بدات الشجره هذه، وهذه الشجره تطلب الماء، والمشمش هذا يتطلب الماء، ولو كان ما يشربش الماء، وكان ما تشرب الشجره ما تمدش انتاج مليح. حنا نعانيو مده واحد 4 سنوات الماء ما كانش. طلبنا السلطات، نشدنا كذا، رحنا عندهم لحياه المنتونات، جبنا ناس مختصين عينوا اماكن تاع الماء، قال لك عندكم الماء ما شاء الله. الحلول لازم لي روتوني، لازم سدود، لازم ما مش غير لي فوراج، حنا كنا نعولوا غير لي فوراج، ماشي لازم لي روتوني ولي لي روتوني كورينيال، سما كاينه بلايص يعني وين ما تطلبش مصاريف كبيره باش نديروا روتوني.
احنا عندنا السد هذا اللي راه مدايرين زعما مقترح في تابكارت عنده 21 سنه وهو في الدراسه في الدراسه. احنا ماذا بينا نطلبوا من الوزاره تاع الري وتاع الفلاحه ينزلونا هذا السد باش تنحل الغبينه تاع الجفاف على الفلاحين. البراج هذا تاع تابكارت كل ما نهضر في الاجتماع كل ما نهضر عليه في اللقاءات تاع الاجتماع تاع الغرفه الفلاحيه ولا في الاداره تاع الفلاحه يقول لك غادي يديروا غادي تو من بعد حنا ما شفنا والو. الامل نتاعنا هو البراج تاع طبقه وهو اللي يحيي المنطقه كامله حيا روس العيون ولاد سليمان قاوس. احنا فيما يخص يعني الموارد المائيه رانا كنا تقربنا ودرنا خرجات ميدانيه لاهم المناطق وين طرحوا لنا هذا الانشغال وسجلنا الانشغال تاعهم. بمجرد انه يكون عندنا برنامج راح ندخلوا باذن الله تعالى ونحاولوا انه نرافقوا الفلاحين في حل هذا الاشكال ان شاء الله فيما يخص المناقب المائيه فيما يخص الحواجز المائيه فيما يخص الاجهزه المقتصده للماء. وانا من هذا المنبر ندعو الفلاحين انهم يستعملوا الاجهزه المقتصده للماء لانه هي تعاونهم كثير. هذه المواد الثانوية لي سو برودوي اللي هي النواة تاع المشماش. اليوم يعني هذه النواة ممكن يعني يستغلوها صناعيين في إنتاج المادة الأولية لمواد التجميل، ولكن هذه المادة اليوم تصدر يعني سومي فيني. نتمناو يعني باش تكون استثمارات في المستقبل من بعض المتعاملين الاقتصاديين. بعد ما يكون تحويل تكون هذه بذره المشمش اللي هي لينوايو هذا تاع المصنع تاعنا رانا دوكا نحاولوا نستثمروا فيها وين رانا نشفوها نحيوا لها باسكو لينوايو فيها الماء نشفوها تنقص من لي بوا تاعها حوالي 30%. حنا عندنا دوكا متعامل تركي راهو يدي علينا في البرودوي هذايا تاع لينوايو. ان شاء الله بالسنين الجايه ان شاء الله نكونوا حنايا نخموا في مصنع تاع التجفيف